كيف بدك يا شيخ؟ سهل الطيب. يا سلام سلام يا ريان، يا لبيك الله يلبيك. سكريبت ولا بزنس؟ انت عشت السكريبت بس ما عشت بزنس. الا كانك عايش بنظر مقدر. والله يجدو صحيح، يعني موضوع مو مثل ما انتم خابرين، ولكن سكريبت مستحيل احد يجي مثله. مره شئت ام ابيت يا اخي. لا ما لا, لا تمدح نفسك، اعطني نظره. شوف تبي الصحيح، تبي الصحيح، ترى كل نسخه مميزه بحاجه. مستحيل بتقول والله النسخة هذه أحسن من النسخة اللي قبله، النسخة هذه أحسن من اللي قبله، مستحيل. عرفت شلون؟ وطبيعي إني أنا راح أمدح نسختي، صح ولا لا؟ ولو تقصرين فيكم، ولكن ترى كل نسخة تميز في نسخة. أنت بكرة لو نعرض عليك السؤال هذا بعد ما تخلص بتقول والله إحنا صار عندنا الشيء ذا وهذا اللي يميز نسختنا، تطلع النسخة الثانية في شيء يميزها عن النسخة اللي قبل. صح. عرفت شلون؟ فترى كل نسخة لها أجواءها. عرفت؟ زي نسختكم الان ما هي مثل نسخة البزنس رقم 2. البزنس لها اجواء، نسختكم لها اجواء، بكره يجي بزنس 4 لها اجواء غير اجواءكم. بس ترى نسختنا يمكن ما مر على النسخ اللي قبلنا مثل الريالتي اللي عند نسختنا. لا انتم العموم كلهم ريالتيهم بطل. انتم ما شاء الله. هذه البدايات كل النسخ. لا ما كان في يا اخوان. والله اني اذكرها اول فقره قدمتها للمطبخ يوم الاثنين، والله اني الظاهر يمكن اللي نايمين داخل 2-3 بس باقيين كلهم موجودين هنا. الحين ما تحصل الا 2-3، ها 2-3 صحيح، الباقي الرقود. فصدقوني المطبخ مع الايام ما اتوقع ان في احد، يعني تلقى فيه غيابات كثرة غيابات تلقى، صح ولا لا؟ صحيح. ترى هذا من كاريالتي الحماس بكل نسخه، بالبدايه حماس ولا عرفت شلون، بعدين خلاص تبدا تطفي. باقي 5 دقائق، باقي 10 دقائق يا اخوان. 6 دقائق، يا 9 دقائق يا اخوان، باقي 9 دقائق. ابو احمد عطوه 5 دقائق زياده. ليه؟ ما حط الرز؟ ما حط الرز. هات ما عندي. ايوه الحالة. المشكلة انه رضى بس ساعة. ها؟ انت رضيت بس ساعة. شكرا. انا صرت عامد على ايب كيفك. لبيه؟ اقول له صرت عامد على ايب كيفك. عامد كيفك؟ يعني متخذ قرارك مسبق وكيفك. لا والله والله انها تصير له 5 دقائق يا اخوان. والله ما شخص انا اطقطق معك. بعدين ما في مقاطع، ما في اتصالات يا ابو. والله شوف كنا ودنا نجيب مقاطع بس قلنا خلاص كل يوم مقاطع مقاطع مقاطع، عرفت شلون؟ نبي يعني نوقف مقاطع ثم نرجع. اي 5 دقائق، 5 دقائق زياده. 5 دقائق زياده. مناحي 5 دقائق زياده. اي والله هيك العيون يا ناس. الله يسعدك، والله تذكرني بواحد عيون.